اهلا بيكم. طبعا يا جماعة، يعني دخلنا كده زي ما نقول في موسم ارتفاع اسعار الخضار. يعني انا بتأسف للجماعة المستهلكين، بس دي يعني حاجة غصب. ارتفاع الاسعار ده كالمعتاد مع دخلة الشتاء، ولسه كمان في الشتاء اسعار الخضار هترتفع اكتر واكتر. هنعرض لكم اسعار جميع انواع الخضار من فيها البصل والثوم والطماطم والخيار والبتنجان. حتى البتنجان يعني اللي كان بجنيه ونص جنيه سعره ارتفع جدا. هنشوف اسعار الخضار في سوق العبور اليوم، وان شاء الله يعني انتظروا كل جديد بفيديوهات اسعار الخضار جملة، واسعار الخضار في سوق التجزئة، واسعار الفاكهة جملة وتجزئة برضو. بنعرض كل حاجة في فيديوهات مختصرة. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر وغيرك يستفيد وغيرك يعرف الاسعار. ولو في متابع جديد ما ينساش يشترك في القناه، ما تشاهدش كده وتجري، احنا بنفيدك فانت فدنا، لايك واشتراك، وده يعني من كرمك وذوق حضرتك. البتنجان يا جماعه، البتنجان الابيض النهارده من 3 جنيه لحد 4 جنيه، من 3 ل 4 جنيه. البتنجان الابيض اللي كان 2 جنيه و2 ونص، يعني من امبارح والجاي الاسعار يعني معظم الاسعار ارتفعت. بتنجان عروس 3 ل 4 جنيه. بتنجان الرومي يعني سعره مستقر زي امبارح، 2 جنيه الى 3 جنيه. البتنجان المخدد يعني يبدا من 4 جنيه لحد 5 جنيه الا ربع، يعني ده يعتبر اكتر حاجه في اصناف البتنجان سعرها ارتفع. الليمون يا جماعة، واحد متابعينا كان سألنا على اسعار الليمون، يبدأ الليمون النهاردة يا جماعة من 6 جنيه لحد 8 جنيه ونص و9 جنيه في الزرع النظيف، طبعا حسب حجمه وحسب جودته. الفلفل الاخضر اللي مسك سعر شوية، يعني هو مسك سعر والكوسة انخفضت شوية. الفلفل الاخضر النهاردة من 5 جنيه لحد 6 جنيه. في فلفل اصفر كده شوية، مش الوان يعني، هو فلفل يعني فلفل اخضر بس بيبقى مصفر شوية، 4.5 من 3 جنيه لحد 4.5. الكوسة يا جماعة اللي كانت بـ8 جنيه و8 ونص النهاردة من 5 جنيه الى 6 جنيه، وفي طبعا جودة اقل بـ4 جنيه. الجزر يا جماعة طبعا بالشكارة في سوق العبور، ولكن سعر الكيلو من 4 جنيه لحد 5 جنيه اعلى جودة. الفلفل الالوان اللي مسك سعر شوية، يبدأ الفلفل الألوان من 10 جنيه لحد 12 جنيه ونص، من 10 جنيه ل 12 ونص. الشطة البلدي 4 جنيه ونص اللي كانت 2 جنيه وجنيه ونص. البطاطس سعرها زي ما هو مستقر، 3.5 إلى 4 جنيه اللي هي التلاجات، والنوالة 6 لحد 6.25. البطاطس التبريد يا جماعة سواء كارة أو أي نوع آخر 5 جنيه لحد 5.5. البامية يا جماعة 13 جنيه الى 15 جنيه و16 جنيه، طبعا البامية حسب جودتها، وفي اقل من كده بيبقى كبير شوية، يعني حجم البامية بيبقى كبير شوية. يا جماعة البامية كل ما حجمها كبر سعرها انخفض، وطول ما هي يعني حجمها صغير سعرها بيبقى عالي. الخيار الصوب النهاردة يا جماعة 5 جنيه لحد 6 جنيه ونص، وطبعا انتوا عارفين الخيار الصوف في سوق التجزئه من 10 جنيه ل 12 جنيه، وكان في احد متابعينا كتب لنا الاسعار في القاهره، انا بشكره جدا جدا على كتابه التعليقات. الطماطم يا جماعه، يعني على ما اعتقد ان معظم متابعينا مهتمين جدا باسعار الطماطم والحاجات الاساسيه، يعني الطماطم، البطاطس، البصل، الخيار. الطماطم النهارده من 50 جنيه لحد 70 جنيه، واعلى حاجه في الطماطم 80 جنيه. وزن العدايه 20 كيلو، طماطم وزن العدايه 20 كيلو تبدا من 50 جنيه لحد 80 جنيه. البطاطا يا جماعه 2.5 الى 2 جنيه و80 قرش. البصل يا جماعه، البصل طبعا زي ما انتوا عارفين سعره ارتفع اليومين اللي مضوا، ولكن يعني يؤسفني ان اقول اسعار البصل ان هي انخفضت للجماعة المزارعين
اسعار البصل واسعار الثوم، ربنا يعوض على المزارعين خير. قبل بس ما نعرض اسعار البصل والثوم، البصل الابيض والبصل الاحمر، قلت انا قبل كده يا جماعه ان التاجر لما هيجي يشتري منك مش هيجي يشتري منك بنفس السعر ده، وبقول انا اهو هياخد بسعر يا جماعه اقل من كده، علشان هو لما يودي سوق العبور او يودي اي سوق جمله اخر هيلاقي مكسبه وهيلاقي نولون العربيه، يعني بيحسب ده كله منك انت المزارع اللي مخزن، سواء مخزن بطاطس، سواء مخزن توم، سواء مخزن بصل، او اي نوع خضار من يعني اللي بيتم تخزينه، لما تيجي تبيع مش هتبيع بالاسعار اللي احنا بنقولها دي، التاجر هيشتري منك بسعر اقل من كده، بحيث ان هو يعمل حساب العربية وحساب مكسبه وتعبه والشيالين والكلام ده كله. فالبصل، البصل الاحمر النهاردة 175 قرش الى 3 جنيه الا ربع، اعلى وانضف حاجة 3 جنيه الا ربع، اللي هو الزرع الصعيد بعد ما وصل 3 جنيه انخفض شوية، وانا قلت الكلام ده قبل كده يا جماعة العرض هيزيد لما السعر ارتفع سنة، فكل اللي عنده بصل طبعا لما لقى السعر اتحرك فابتدى يطلع، فالعرض زاد. العرض لما يزيد سعر السلعة هيقل. البصل الاحمر 175 قرش الى 3 جنيه الا ربع، البصل الابيض 2.5 الى 3.5 جنيه، وطبعا يا جماعة ده سعره ثابت زي ما هو لان العرض قليل، عرض البصل الابيض قليل. التوم يا جماعة من 4 جنيه لحد 6 جنيه، التوم من 4 جنيه لحد 6 جنيه. الزيتون، الزيتون التفاح يا جماعة بيبدأ من 13 جنيه لحد 16 جنيه، اعلى جودة، اعلى جودة في الزيتون التفاحة 13 لحد 16 جنيه، والعزيزي 15 جنيه للكيلو. الخيار البلدي يا جماعة بيبدأ من 4 لحد 5 جنيه. في توم طبعا يا جماعة بيبقى توم مقروم يعني روز بس، هتلاقيه 6 جنيه لحد 7 جنيه، وممكن يصل 7.5. والتوم المفصص 8 جنيه. الأسعار دي يا جماعة زي ما قلنا اللي مخزن يا جماعة مش هيبيع بنفس الأسعار دي. الناس اللي مخزنة التوم والبصل والبصل الأحمر والبصل الأبيض أو أي نوع بصل أو بطاطس مش هيبيع بالأسعار دي، هيبيع بسعر أقل. أنا بقولها تاني أهو علشان مفيش حد مثلا يقول إحنا مبنبيعش بالأسعار دي، أنت تروح تشتري من سوق العبور هتشتري بالأسعار اللي إحنا بنقولها دي. متنسوش أهم حاجة يا جماعة تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يصلك كل جديد، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.